للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الاستاذ مصطفى الساقزلي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. استاذ مصطفى، يعني بعد اعلان حفتر رسميا انطلاق عمليه ما سماها تحرير طرابلس، ما تبعها من نتائج حتى الان، كيف ترى هذه العمليه والى اي مدى ربما خليفه حفتر حقق شيء من الاهداف التي يصبو اليها؟ في الحقيقه العمليه جاءت في وقت غير متوقع، حيث كانت الامم المتحده او لازالت تنسق لمؤتمر الملتقى الجامع للحوار والمصالحة الذي كان سيعقد في غدامس في ليبيا يوم 14 من الشهر. فكانت مفاجأة للجميع تحركات حفتر والبيان الذي أصدره وتوجيه قواته نحو طرابلس. ولكن طبعا هذا الانقلاب الثاني لحفتر في طرابلس، قام بانقلاب في فبراير 2014 وفشل، وكذلك هذه محاولة تم التصدي لها وتم أسر عدد كبير من قواتها وباءت بالفشل. طبعا دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيء للغاية في هذه المرحلة، حيث كان من المتوقع أن يقوموا بالتنديد بهذه المحاولة، لكن كما صرح وزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق اليوم بأن المجتمع الدولي فقد مصداقيته، حيث أنه يعني اتخذ موقف نوعا ما سلبي أو ساكت عما يفعله حفتر. يعني الأنباء تحدثت عن سقوط مدينة بيد قوات حفتر، هي مدينة ربما غريان، لكن المفارقة في موضوع أنها سقطت دون مقاومة. ما سبب سقوط هذه المدينة؟ في المقابل هزيمة ساحقة وأسرى بصفوف قوات حفتر في البوابة 27 في بلدة الزاوية، ما سبب هذا الخلاف في هذه المناطق؟ هو طبعا مدينة غريان، ما حدث هو أن في مجموعة أعلنت ولاءها لحفتر في مدينة غريان، ومدينة غريان ليس فيها قوة عسكرية كبيرة، فنتيجة التهديدات التي حدثت وبعض التخوفات وجود قوة عسكرية لحفتر قريبة من المدينة، فمجموعة من التابعين لحفتر أعلنوا ولاءهم لحفتر، فحدث هذا التغيير. لكن يعني ما حدث لا يؤثر على مجرى العمليات، حيث أن الأخبار الآن تأتي بأن قوات مصراتة وقوات البنيان المخصوصة التي كانت في سرت وتصدت لداعش الآن سيطرت على منطقة الجفرة، ومنطقة الجفرة هي في قلب ليبيا، وبالسيطرة عليها يتم قطع الإمدادات عن كل قوات حفتر المنتشرة سواء في الجنوب أو بعض المجموعات اللي موجودة في غرب ليبيا. الأنباء تحدثت أيضا عن أسر 20 جندي من قوات حفتر في الزاوية، يعني إلى أي مدى ربما تعكس هذه الأعداد من الأسرى حالة معنوية لقوات حفتر؟ طبعا العدد 127 جندي أغلبهم شباب مساكين تم الزج بهم في هذه المعركة، ظنا منهم أن الأمر محسوم، لكن تم سلموا أنفسهم وتم غنم المركبات التي كانت معهم وسلموا للمنطقة العسكرية الغربية ويعاملوا معاملة جيدة الآن. طبعا هذه ضربة معنوية قوية سواء لبعض الداعمين لحفتر في المنطقة الغربية أو للقيادة بتاعها أو حتى أمام المجتمع الدولي، تعتبر يعني ضربة قوية معنويا له. العملية العسكرية التي قام بها حفتر يعني بدأت في ليبيا رغم وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بنغازي، ما الرسالة التي أراد حفتر ربما توصيلها للأمم المتحدة بشكل عام؟ هي هجوم حفتر والبيان بيان إطلاق الحملة على طرابلس تمت، والأمين العام للأمم المتحدة موجود في طرابلس نفسها واليوم انتقل لبنغازي. الحقيقة أن حسب تصريح وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغة التابع لحكومة السراج، يعني أرسلت رسالة سيئة أن ما فعله حفتر كان ضمنيا، يعني قد يكون بمعرفة المجتمع الدولي وبعض الدول الداعمة له كفرنسا وكالإمارات، وأنه ممكن يكون في بعض التواطؤ من بعض الدول. يعني تصريح واضح لوزير الداخلية تابع لحكومة الوفاق بأنه لا ثقة لنا في المجتمع الدولي. حكومة يعني نعم
حكومة الوفاق من طرفها تقول بأن الحل العسكري لم يعد ينفع، يجب ترتيب الأمور لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر. إلى أي مدى ترى أن الفاعلين الإقليميين ربما راغبون في هذا الحل، أم أنهم يدفعون تجاه اقتتال داخلي وحرب أهلية في ليبيا؟ الحقيقة أن حكومة الوفاق أبدت مرونة كبيرة، لدرجة أن يعني عدد أبات به من الليبيين المناهضين لحصر مستائين من سعة صدرها، كانت على يعني تؤمل بالليبيين أن ممكن الحوار يأتي بنتائج ويوقف شهوة حفتر في السلطة ومن خلال المجتمع الدولي وبعض الوعود الدولية. لكن ما حدث بالأمس جعل الرئيس السراج اليوم يشكل غرفة عمليات لصد تحركات حفتر. وزير الداخلية كما ذكرت كان له تصريح واضح. تقريبا الكل الآن يشعر بأن أو تأكد أن حفتر لا يريد لا سلام ولا يريد استقرار في ليبيا، وإنما هو أداة لدول محددة معروفة تريد إما أن تعود ليبيا لسطوة الاستبداد وحكم العسكر أو تظل في حرب مستمرة. نعم، الأستاذ مصطفى الساقزلي المحلل السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.